طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيدين جدا في اللقاء ده نلتقي بشخصية هي معروفة وفي كل الأوساط الفنية وفي الإنترنت وفي السوشيال ميديا, وأنا تهيألي ما أحتاج كثير أعرفكم بيهم, لكن الغرض من برامجنا ده إنه نحكي قصة عن الناس دي وصلت للحاجة اللي وصلت لها دي كيف, وخصوصا الناس اللي قضت جزء كبير من عمرها أو وقتها خارج السودان, ودارين برضو يكون فيه زي ما بقولوا تشجيع للشباب ولباقي يعني شبابنا السودانيين إنه يشوفوا شخصية سودانية عادية تولدت في السودان ترعرعت في السودان كيف إنها وصلت للحاجة اللي وصلت لهم. وبرضو عندنا جانب تاني عايزين إحنا برضو نسخر للعالم كله أفضل ما عندنا كسودانيين. فأنا سعيد جدا أقابلك يا عثمان, وصراحة كنا نتمنى يكون عندنا وقت كثير عشان وشكر لك جدا أنت اللي اديتنا وقتك. أنا دارك تعرف الناس زي الناس اللي بيعرفوكم والناس دي لسه حتى كثير لسه رجال هذه من الليلة تعزف اليوم. نحن بنوعدهم هنعمل الحاجة دي قريب إن شاء الله. لأنه داري ذات الاستمتاع بيك كده أكثر. أنا دارك تعرف الناس والشعب السوداني دي كلهم. عثمان أنت اتولدت وين وترعرعت وين وقريت وين؟ طيب أنا طبعاً اتولدت في السودان يعني. أيوه. إذا حنتكلم عن. أي وين بالتحديد في السودان؟ طيب أنا اتولدت في كوستي. طيب. ونشأت هناك ما بين ملكال وكوستي. طيب. بعد ذاك يعني بديت اهو مراحل الدراسية العادية مع موظف هو الوالد شغال بيتنقل في السودان بجمال السودان ذاك يعني, فقمنا تشربنا انا اصولي نوبية يعني من الحلفة. طيب. لكن طبعا تربينا في 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 مناطق متعددة الثقافات يعني زي المدن زي كوستي زي مدني زي المدن الكبيرة في السودان دائما مالتي كلتشر. طيب. يعني تعمل فدي أكسبتني كثير جدا من الخلفية الثقافية اللي قامت أثرت على الكارير بتاعي لقدام في مسألة الموسيقى. طيب. وبعد كده بديت دراسات العادية ما بين مدرسة البندر الخرطوم. لا مدرسة البندر في ملكال والمدرسة نمر واحد في كوسي المدرسة العالية في كوسي. بعد ذاك السنوي درست في مدرسة كوسي الجديدة وبعد ذاك امتحنت ودخلت معهد الموسيقى. طيب. درست سنتين او خلصت سنتين في معهد الموسيقى وبديت السنه الثالثه لكن كان في اضطرابات حاصله في المعهد فما واصلت الدراسه. طيب. في الوقت ذاك انا اصلا كنت بعزف ولما بديت يعني توقفت عن كان عن الدراسه لاسباب بعد يعني بعد 87 الظروف الاقتصاديه يا من الديمقراطيه دي كانت الظروف شويه كده صعبه والوالد نزل المعاش فكان لابد انه اشتغل. طيب ممكن بس انا اقاطعك هنا, حبك للموسيقى ده جاي من وين؟ بدا معك بتين؟ انا اصلا عندي اخوي الكبير بيعزف. طيب. في الالات الموسيقيه كانت في البيت عندي الوالد صوته جميل خيل انا اصواتهم جميله يعني الحياه الوالد الله يرحمه كان رأيه متفهم جدا ما كان متشدد في مساله الموسيقى والحياه دي فوجود الالات في البيت هو ساعدني انه أقوم أتعلم العود والهارمونيكا وبداية أصلا كان بالهارمونيكا والغريب ما من أخوي من ود عمي كان يعزف الهارمونيكا فبديت أعزف الهارمونيكا أنا في خامسة ابتدائي بديت أعزف العود وأنا في أولى ثانوي عام كويس وعزفت الكمانجة وأنا في ثالثة ثانوي عالي أو يعني نقول في ثانية ثانوي عالي سنة 88 بعد ذاك بديت في اتحاد الفنانين كوسي مع الفنانين وبديت قررت الخرطوم فوت يعني قررت انه امشي محل الموسيقى واصل لانه اخواني كلهم درسوا كلهم خريجين جامعات وانا ما ممكن اكون الزول الماقر وبتاع فامتحنت انا كنت واقف من الدراسه سنتين قدمت منازل وامتحنت ونجحت وخشيت محل الموسيقى. طيب. حتى بتذكر في الانترفيو كان في كوريين الوقت ذاك دكتور جون ومستر يو فانا في الانترفيو قاموا قال لي يا اخي انت بتعزف كمانجه لك كم قلت لهم كده قاموا قال لي انت بعد ده كمانجه ما في ترى استغربت قال لي انت في فيولا في معيد معهد والله يا دكتور فقام بروفيسور فاتح الطاهر بتذكر بيقول لي الله يبختك يعني انت اول زول عرف انه شرف المعهد من الانترفيو دل 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 البدايه بعدك انا رحله طويله مع الفنانين يعني لو قلت لك انا اشتغلت مع حسن عطيه ما حصدق الحياه ما شاء الله سنه 92 في تكريمه في عود مدني اشتغلت معه حفل كامل فده برضو يتخطى في الرصيد لزول زي قامة من القامات السودانية زي الفنان حسن عطية اشتغلت مع معظم الفنانين السودانيين يعني ممكن تقول الكبار بيسمون يعني في عطاون وفي كده يعني اشتغلت مع إبراهيم عوض اشتغلت مع محمد اللمين وعبد الكريم الكابلي مع كل الفنانين الكبار. جيت اليوكي بتاني ده جيت يوكي انت من السودان مركزك طوال اليوكي لا مركزك مشيت السعودية فترة وجيت اشتغلت قعدت وجيت طيب. السودان بعد ذاك أسست شغل وبعد كده جيت يوكي 2001 طيب انا قبل كده تكلمت عنك انا يمكن هي القصة انت هتحكي عن موضوع الكتاب ده في السودان ايه
وفي واحد احنا بنحبه محمد الامين وناس الفاتح ودي نازل من زمان من مدني بنحبهم شديد تمام. ففي ذول يعني من غير ذكر اسمه قال لي يا اخي لما بدا يتكلم عنك قال لي تبي الناس اللي بتحب الفن بيسهر فيه قال لي في كلامك في حركتك في تعابير وشك تمام. حتى انا قمت على اختلاف قلت لي انا زي كاظم الساهر كاظم الساهر لسه قال له الاغنيه ولا اللحن ما عجبه وما بغنيه عشان كده بيلعب بنفسه انت لازم ايوه فانت معروف عندك الحاجه دي يعني عندنا ما شاء الله عازفين كل انت من الناس اللي بيقولوا يعني ذول بحسب الموسيقى دي في كلامك في طريقتك في ابتسامتك هل انت بتعزي ده لانك انت لما قلت متولدت وصغير البيت كله موسيقيه ولا ده انت كده يعني الحاجه دي في دمك كده بتحسها هل انت بتحس ان الموسيقى دي فعلا في دمك كده بقول الناس طيب انا همشي للجزئيه بتاعت الجزء الاول من سؤالك بعدك نشوف مساله اوتوماتيكلي هتعرف انها اذا في الدم ولا لا شوف يا بروف انا افتكر ان العلاقه دي عندها يعني علاقه حب بالمناسبه انا بحب الكمانجا بحب الكمانجا كآله يعني الكمانجا كشيب كده كآله كصوت افتكر انه يعني عندما علاقة بتاعت حب الكمنجة تديها بتديك ما بتخزي لك لو انت بتحبها صادق بالمناسبة نتكلم عن علم الطاقات انا ما دار اتكلم كثير عن الحاجة دي لكن بتلقي انه الكمان الموسيقى عبارة عن طاقة طاقات يعني طاقات يعني اذا كان ممكن اعزف حاجة تبكيك بكون اديتك طاقات بتاعت حزن مش كده اذا جازيت تصنيف بتاع الطاقات هنا ممكن اعزف اضحكك ممكن اعزف اخليك يعني تكون منتعش كده ممكن اعزف ازعجك annoying you يعني عرفتها فالموسيقى يعني فعل عنده تاثيره على الانسان وعلى كده حتى على شكلك يعني هسه انا لو قلت لك عمري الحقيقي ما حتتخيل انه انا عمري ممكن يكون كم لان الموسيقى ضغط بتاثر حتى على الحاجات دي وهل معنى كده بتنصح الناس كلها تتعلم موسيقى الموسيقى اصلا موجوده عين الايقاع جزء من يعني اساس الحياه الايقاع الحياه مبنيه على ايقاع حتى لو لما تيجي تقول يعني مثلا الموازين الايقاعيه يقول لك ميزان ثلاثي ميزان رباعي ميزان كذا يعني الموزون الايقاع هو اساس الموسيقى زي ما بتجي الكمانجة تبقى روح الموسيقى السول اوف ميوزك الكمانجة كآلة وعندها قدره على التصوير وعندها قدره على الحاجات دي فالموسيقى حب يعني اول حاجه لو ما حبيت الحاجه بعدين يعني في اساليب بديت اعمل اساليب فيها عزف يعني ممكن اعزف بالقلم ممكن اعزف لك بمعلقه في واحدة انا عملت انترفيو كان في اذاعه صوت امريكا في البنك الدولي كان عندي حفل ففي زول اسمه هيزر ماكسويل عنده برنامج اسمه تايم ميوزك ان افريكا فقامت قالت لي يعني انت الاسر شنو مثل الكمانجي قلت لها انا بستخدم الكمانجي كطنبور بطلع منها صوت اله ثانيه اسمها الطنبور فاديني دولار قامت تديني دولار ورقه عزفت طبقت الدولار عزفت لها قلت لها انا ممكن استفيد من القروش في حاجه غير انه اشتري بها ممكن اصنع بها ميوزك كده انت يوميا بتعزف لا وبتين اكتر لحظاتك بتجيك يعني بتلقى روحك دار تجري يعني تهرب للاله دي شوف المفروض انا يوميا يا بروف اعزف مفروض اليوم بيكون عندي دوام بتاع عزف ايوه وكده لكن في ظروف كثيره جدا بتخلي الزول يعني احيانا مثلا في متطلبات بتاعت حياه يعني انا دار اقول حاجه الشيء الايديل ان انت مفترض تكون ديكا كبروفيشن ليك يكون عندك معاه علاقه جاده وبتديها على اساس انه تقدر تقدم لكن بيبقى السؤال انك انت قاعد تستخدم البروفيشن بتاعتك دي وين؟ هل عندك فينيوس بتقدم فيها عروضك؟ هل انت عندك كوميتمنتس مع جهه معينه عشان تقدر تقدم بتدرس ولا بتعمل ولا بتعمل؟ لو بتدرس اوتوماتيكلي حتمسك الاله. فهمتني؟ يبقى بعد ذاك احنا يا بروف بتبقى في مشاكل كثيره جدا في انه الظروف اللي عشنا فيها الفتره اللي فاتت في السودان والحاجات الحاصله، لكن كنت بحرص اني ما اغيب من الكمانجه، بفعل انه بيكون في حفلات، بيكون عندي مناسبات مشارك فيها حاجات زي دي كثيره. طيب انا حاسالك بعد شويه عن السؤال ده لانه لقيته قبل في الفيسبوك من كم ناس كده. سؤال في ناس كثيرين من السودانيين ما عارفين الحقيقه دي، وبالذات في السودان هناك. وحتى في اليوكي انا مرات بقولها في مجتمعات كثير تكلمت عنها كثير في واحد بلقاهم ما عارفين المعلومه دي جوردون براون اللي هو رئيس الوزراء بتاعنا السابق اللي هو جابها تون بلير الاسبق كتب كتابه بتاع هيروز بريتن هيروز بريتن ايفري داي هيروز يعني الكتاب ده احنا حكيته بعدين الناس حيشوفوه في الفيديو بالحته ذاتها كاتبين عنك نعم. يتكلم عنك انت يا عم عثمان نعم كده ورينا انت مذكور جوا الكتاب ده من العشر اللي هو ذكرهم او من القصص اللي هو ذكرها ده رئيس الوزراء كتابه الهيروز بتاعنا اليوكي ذاكرك فيه طيب كده احكي لنا قصتك مع الكتاب ده وكاتبين عنك بيقول انا هنوريه كله في السكرين تمام ناس كثيرين يمكن حيكون بيشاهدوا في القصه ده اول مره طيب. كاتبين عنك شنو
وتدخلك في الكتاب ده وصلته كيف انت الكتاب؟ طيب الكتاب انا وصلته او اثرت على جوردون براون انه خدتك كمثال. طيب الكتاب انا عشان نكون واضحين انه انا جزي كريكيف في الكتاب. ايوه. في منظمه في لندن اسمها تايم بانك. نعم. تايم بانك بتشتغل مع المهاجرين من خلفيات مختلفه وبتالنس معين عايشين في يو كي. نعم. عندهم مشاكل مثلا بتاعت هاو تو انتجريت في السوسايتي بتاعت بريطانيا. نعم. كيف تنخرط في المجتمع البريطاني وكيف المجتمع يستفيد من السكيلز اللي عندك دي. الحصل انه انا اشتركت في البرنامج ده باعتباري موسيقي كنت الوقت ذاك في مدينه كارديف. نعم. ويلز. فقام المنظمه دي عندها فرع في كارديف قاموا يعني رشحوني. بتذكر اخونا عادل شاشاتي كان رئيس الجاليه فقال لي انا معي موسيقي هنا تالنتيد وكذا وكذا وعنده منظمه اسمها نبته كويس. فبعد ذاك الحصل انه انا مشيت الحفل بتاع الافتتاح بتاع اللقاء ده. نعم. وقابلت بول هيرلي. بول هيرلي ده كان المينتور بتاعي. صح. فهو وبرد براون ده بذاكره. ايوه هو اصلا بيتكلم عن بول كلمة. طبعا شابتر 17 ده بول هيرلي. صح. وعن يعني عثمان الميوزيشن الجمن السودان اضطر يعني يجبر انه يغادر السودان. نعم. وجي اشتغل هنا في كده وفي كده وفي كده وعثمان واحد من الموسيقيين كده زي ما بول بيحكي لانه بول قاعد معي يعني سنة كاملة نحن يعني حتى يعني تعلم حاجات سودانية تعلم يطبخ سوداني تعلم يتكلم سوداني ويقول إن شاء الله لو دايرنا نعمل أي حاجة. نعم. فبدأ إنه يعني كان الوقت أكنا في السودان مفروض كان ألاقي مع بول جوردون براون لأن أنا كنت في السودان مشيت رجعت 2007 عشان أقدر أرتب حاجاتي من شهر 7 لغاية شهر 11 أنا في السودان ده الوقت أطلع فوق الكتاب. الكتاب. نعم. حتى بول يعني الوقت داك بتذكر إنه فتش تلفوني هنا عشان اتصل انت وين وجاي متين قلت انا ما عندي طريقه اجي الان قال لي احنا عندنا مواعيد يوم كده 28 مع مستر جوردون براون رئيس الوزراء فحاول تجي قلت له انا اوريدي عندي حاجات معينه برتب فيها في التوقيت ده بالذات ذيس فيري شورت نوتيس ما بقدر اجي كان المفروض انا زعت على جوردون براون فدي كل الفكره انه يعني قام انا اصلا فزت بالبروجكت بتاعي مع بول عن ويلز احنا اربعه انفار في عن ويلز وفي دكتوره صوماليه عن انجلند وفي واحد ايراني او من سكوتلاند يعني اربع دويلات المكونه الاتحاد البريطاني او المملكه المتحده كان كنت انا عن ويلز حتى طبعا انت تعرف الرمزيه بتاعت الكتاب ده طبعاً لانه طبعاً الكتاب جوردون براون بيوري كيف انه المملكه المتحده مملكه عظيمه طبعا كيف ان انتجريت يعني انت ما مشار لك بس مشار لك يعني كنموذج لكيف البلد دي قدرت يعني تدخلني في انه يكون عندي منظمه حقتي مسجله في مجلس الفنون. طيب انت الكلام ده ما حصل انا ما شفتك مره تكلمت عنه ولا حتى في التلفزيون السودانيه في الاغاده بلمح ليه انت بتذكره يعني هل دي ما يعني احنا في حمرات بنقول التواضع برنامجنا ده مال التواضع انك تفتخر بالحياه دي تمام. عشان غيرك هسه ما في ميوزيشن ده يسمعه ليه انت الحاجه دي ما قاعد تذكرها في مسيرك في الحياه وين اشوف الفنان قائد وموجه يمكن ان يقود امه. طيب وكثير جدا لو انت حاولت تتعامل بعد مراعاه لمشاعر يعني الناس ممكن احيانا كثير جدا مجلبه الخير مجلبه. نعم. حسد. نعم. للناس. نعم. انا بديت مشروع سحر الكمانجه وكان علي في ظرف انه كان السودان فوق مقطوعتين للكمانجه الان في اكثر من 57 مقطوعه للكمانجه ده غير ده ما يلي عثمان محي الدين والمقطوعتين القدام ففي برضو زملاء تانيين بدوا يعملوا مقطوعات الكمانجه ما اقدر احصر لك عددها كم لكن بقى الان في ناس جات قلدت سحر الكمانجه ومشت يعني كويس. طيب انا كنت حريص كل الحرص انه اركز عليه انه داير انجح بالفكره بتاعت مشروع سحر الكمانجه عشان كده الاستيتمنت كان فكره تجرأت بها لست الافضل باعتبار انه انا لون والموسيقى والابداع عندها علاقه زي الالوان ما بتقدر تقول اللون الابيض احسن من اللون الاصفر. صح. فانا كنت في صراع بتاع انه احاول اثبت المشروع ده لانه انت بتجي تلقى في اسماء كبيره سبقتك مش لانك انت الاحسن لكن لما تيجي بمساهمه زي دي بيبقى في سؤال كبير جدا حوالين طيب انتوا عملتوا شنو بس اشتغلتوا ورا الفنانين. أيضاً. يعني في حياه زي دي فلما كمان تيجي انت تسبورت الحاجه دي انا كنت يعني بفضل انه انا ادعم الحاجه دي بانتاجي مش بان عملت شنو ولا فلان قال عني شنو ولا كده لانه مينينجلس في السودان يا اخي انا كتب عني جوردون براون في كتاب مثلا اسمه بريتن افري داي هيروز لكن اثر الحاجه دي على اللي بعمل فوقه انا شنو ما هو انا في النهايه لما اختاروني مهاجر ناجح وسط البروجكت ده وفي نبته هنا انا كنت بعمل الفواصل الموسيقيه دي الناس كانت بتسالني انت ليه ما عندك سي دي هذا وده خلاني ارجع السودان
عشان اعمل لي سيديهات واجي لما اقدم رساله يكون عندي 7-8 سيديهات يعني. طيب درسك من الحته دي برضه خاصه للسودان تحول لسه لتحول ديمقراطي حكومه مدنيه وان شاء الله نمشي لاحسن. نعم. كونه رئيس الوزراء يطلع كتابه في الكتاب ده ياخذ نماذج من الشعب، ما انت مواطن انجليزي يعني. ياخذ نماذج عشان ياخذ تمام، ما حيقدر يتكلم عن ال 60 مليون دي. تمام. الرمزيه هنا اللي انت ممكن توجه بها رساله ما الى رئيس الوزراء وبس، وانما لكل الحكومه الجديده دي. اهميه الحاجه دي انت في رايك الرمزيه فيها انه رئيس الوزراء لما يقوم يذكر امثله زي دي بيوريهم انه هو يعني يعني متابعهم كلهم، بيطور فيهم كلهم، ما عنده غني عنده فقير وغني عنده، يعني الحته دي كرمزيه بتفتكر تقدم بها رساله شنو للحكومه ولرئيس الوزراء ولغيره انه كيف أثرت فيك أنت جواك، أثبتت لك حاجات جواك خلتك تنطلق، شنو بتقدر؟ أنا بقدر أقول حاجة واحدة، نحن مفترض نهتم بحاجة جدا مهملة كانت في النظام البائد، نحن محتاجين نهتم بالإنسان. أيوة. وبما يمتلك من مواهب يعني بسيستم ينظم تطوير المواهب دي لخدمة البلد. يعني أنا مثلا رجعت الآن ببحث عن دراسة، جيت هنا عشان أحاول أطور نفسي بحيث ما وقفت هناك في الدراسة أواصل اشتغال على بروجكت 4 سنوات دار أعمل بيه دراسة زي ما كنت أتكلم معك. فأنا بفتكر إنه ليه أنا دار أعمل الدراسة؟ هل لأنه لا، لأن الدراسة مسألة مهمة جدا ممكن تأخذني في إطار مؤسس وممنهج. نحن محتاجين لمنهج ولتأسيس بتاع مناهج. أنا عندي مركز في السودان الآن شغال، مركز سحر الكمانجة الموسيقى والفنون، كويس، في أساتذة بيدرس كل الآلات، انا صاحب المركز، فانا محتاج انه اقوم ارجع بسكيلز كده بتاعت نوليدج عشان اقدر اخدم والمركزات تتطور يبقى اكاديميه يبقى كده، لانه انا مفتكر انه الفنون دي يعني عندها دور كبير جدا ومؤثر في المجتمع. دي شرائح مهمه جدا يجب انه الحكومه الجايه دي تهتم بالسكيلز بتاعت الناس وتحاول تأطيرها داخل اطار. يعني انا ما اجي راجع بريطانيا عشان افتش لي قرايه، لا، انا قاعد في السودان يمسكوني ويقوم يطوروني على السن يخطوني في 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 الرعايه، يبقى يهتموا بي كانسان، يبقى انا طلبي انه يهتموا بالانسان. ايوه، الانسان يعني يهتموا بصحته بتعليمه، انت بعد ذاك بتوجد انسان معافى اكتف في المجتمع بيقدر يحقق لك برنامجك بتاع التنميه والرفاه المطلوب. نحن دايرين رفاهيه، شعبي بيستحق الرفاهيه. نحن في حتة بتاعت الموسيقى والكلامك ممتاز جدا. طبعا الناس في كل القطاعات السودان حصل فيه تدمير كامل خالص في الصحة في التعليم. نعم. في الحتة بتاعت الموسيقى وخاصة انت كنت هنا وريحت هناك ومشيت وعشت، يعني انت ما انسان 30 سنة كلها قاعدة برا، لا، ففي الحتة بتاعت الموسيقى والفن والإبداع والكلام اللي بتقول فيه ده كله، قبل لما معانا على الدين قال السودان شبهه قال زي الإبرة في كومة غش. طيب، قال احنا عايزين هسه نمرق السودان ده بنمرق لنا في ابره من كومه قش، يعني انهيار تام. ما هو شوف، يا اما تولع نار في القش ده او تجيب مغناطيس عشان في الاول. هل انت بتشوف ان السودان وضعه حاليا زي الابره في كومه قش؟ انا ما بختلف مع الحبيب. ايوه، على دين في الوصف كويس، لكن نتعامل على انه ناخذ وصفه ده كنموذج دارين ننطلق منه. ايوه، في السودان في الثقافه والفنون تمام. السودان ابره داخل كومه قش، ما واحد من اثنين، يا اما نحرق القش ده عشان الابره تصهر لنا بعد ذاك نلمعها. اها كويس، ودي طبعا اوريدي يعني احنا نار، النار مولعه فينا اصلا، ما في داعي نولع، ما في داعي نولع نار، او نفتش مغناطيس، والمغناطيس ده هو المنهج لاداره الدوله. ايوه، المنهج المبني على شنو؟ المغناطيس ده ما انت بتكون يعني لما تخج القش ده كده وتشيل منه شويه بتكون قللت نسبه البحث يعني والزمن ممكن ياخذ البحث. الابره لانه كثقل بتكون موجوده تحت، مش شيل القش اللي فوق ده كله، شيل القش، القش اللي فوق ده هو عباره عن افرازات الانغاز، العناصر المشوشة الموجودة في كل المرافق الحكومية كويس، ودي تبدأ تزيل النازل تزيحهم من المشهد، مش بتلغيهم لكن بتبعيدهم، لأنهم ممكن يكونوا مصدر بتاع إهلاك إذا كان من ناحية الحريق ولا من ناحية الزمن كويس. بعد ذلك أنت بتقلل زيح القش ده بعيد، بتبقى فيه باقي الفتفات بتاع القش ده، أنت بتجيب المغناطيس وبتشيل دور حاجة دي نقية صافية. تمام، نقية صافية، جميل، فهمتني؟ تمام. السودان محتاج ينشل من كوم القش ده بخطة بتاعة إدارة الدولة، خطة مبنية على برنامج صحي، برنامج تعليمي، برنامج اقتصادي. ما تقول لي الاقتصاد براه بيعالج مشاكل السودان، صح، ما بحلها، ما بحلها. احنا محتاجين خبراءنا يقدموا خطط لإدارة السودان، خلينا زي ما يسموها الخطة الخمسية، الخطة العشرية، الربع قرنية. احنا محتاجين خطة إسعافية عاجلة في ثلاثة محاور أساسية. محاور الاقتصاد نقولها، لأن اقتصادنا مدمر كويس،
القانون ما في كبير على القانون. التجاوزات اللي هتحصل باسم ال يعني التجاوزات بتحصل بالجودية والحياة دي طبعاً يعني ما في يعني ما في كبير على القانون معك يعني. كويس. بعد ذاك المحاسبة. وأنا بعني بالمحاسبة شنو؟ أنا بدي البرنامج مش كده؟ الخبراء وضعوا البرامج والناس أيدتها. نعم. أنت إذا جيت وزير أجعل الكرسي ده مقعد من شوك ونار. إذا قعدت فوق ده دقائق ما تقعد ما حد يتحمل. لازم تجري تمشي تطبق برنامجك ده. نحن ما دارين إنك تقوم تنفذ لنا 100% من البرنامج الموضوع. لكن على الأقل دارين جهود ملموسة. لغاية ما تجيف ونفسك ينقطع قوم يقول يا إخوانا I quit. وزير الثقافة ولا الناس المسؤولين من الثقافة والفن والفنون قول الموسيقى حتى أسرى بيسمعوا فيك وقال لك جدا يا أخي كده وريني أنت دايرهم الكرسي ده زي ما قلت يكون قطعة من النار أولوياته بشنو هسه. طيب أولوياته الحصل ده كلنا عارفينه في 30 سنة أستاذ أديون أولويات بحسب خبرتك الأولويات أنا بالنسبة لي إذا كان على مساد الموسيقى كويس يعني أنا بفتكر يعني هل هي ده الهم الأول أتكلم معك بكل شغل أيوة يعني أنا محتاجين نرتب الأولويات عشان كده قلت لك الخبراء السودان محتاج لي لثلاثة محاور أساسية اقتصاد صحة وتعليم نعم الآن عشان يتحقق ديل يعني تديني زول سوي يقدر بعد ذاك يسمع عليه موسيقى يقدر أقدر أسر فوق بأنه كده فاهمني يعني أننا نكون ناس موضوعيين هل يعني الموسيقى بتعتبر انترتينمنت تسلية وغزة الروح يعني وهي غزة الروح نعم هي مهمة لكن يا تروح إذا كان الجسم عليه صح وهو الجسم ده الآدم ما لحم ودم وبتاع لما يكون اللحم والدم ده فيه مشاكل عالي عشان يقدر المخ ده يشتغل ليه كويس تغذيه وبعد ذاك المخ مع الغذاء اللي بيلقاه بالطاقات دي بيقدر يديك إنسان powerful تمام جدا يقيني كده طيب يعني معنى كلامك ده هون حاليا ينتظر لحد ما ذاك ما في انتظار يعني أنا بفتكر حاليا هديه خطة الطريق سريعة طيب كده. أنا خطة الطريق الوعي أيوة. التنوير أحشد الناس إنه يقوموا يعني ينور المفاهيم يعني الأهداف بتاعت الثورة والقيمة نحن ثورة فيها دم يا أخي ثورة فيها ناس ماتوا ما في قيمة أعلى من قيمة فقد الروح يعني خلينا نجي يعني نقوم نعمل فن يخدم القيم دي قيمة فداء الروح والحياة زي دي وإنه ما نسيناكم ولا نسينا دماءكم الطاهرة الغالية اللي كانت مهر للثورة لو كده يعني نشتغل على إنه نعظم قيم الثورة ونعين قيم المسؤولية فينا إذا كنا مؤلفين ولا ممثلين ولا جداريات ناس بترسم على ولا تشكيلين ولا كل أنواع الفنون مفترض نخدم بها قيم الثورة لأنه إحنا دارين نبني سودان جديد على قيم الثورة على دماء يعني اللي هي المهر الغالي من دماء الشهداء يعني ممتاز فهم أنا كوزير بتاع الثقافة بفتكر إنه أنا مفروض أقوم أفتح مجالات لأنه ما تفعله الثقافة لا تستطيع السياسة بكل آليات إنها تفعله لأن الثقافة بتباشر المشاعر والأفئدة مباشرة السياسة فيها خطاب نوع من العقل ونوع من التأثير والحاجات اللي ممكن تقوم لكن الفنون والثقافة بتدخل إلى القلب مباشرة طيب ممتاز أنا سؤالي لك قبل الأخير ما أدري أعرفك أنت مستعجل ما أدري أطول عليك الشباب أنت من وجودك في السودان وبتدرس وعامل لك معهد وده كله يعني محتكبون جدا هل بتشوف الشباب في اهتمام لهم زائد ناقص يعني هل زي ما كان زمان أنت في أيامك ما كنت شاب هل كان اهتمامهم بالموسيقى وحبه للموسيقى صح عارفين الظروف كانت بتشغيلهم وبتلهيهم عن ده كله طبعا. هل انت بتشوف في شبابنا عندهم حب للموسيقى دي ما في البلد دي تشوفته براك ما شاء الله يا اخي يعني احنا أيوة. بنواسى وري الكلام العالم الان يعني الوسائط والتطور الحاصل في التكنولوجيا خلى انه الناس تكون ملمه بالحاصل فالان يعني احنا بدينا نطلع من حته الصنميه التقليديه بدينا نتواصل مع العالم موسيقيا يعني حتى القيادة وثقافة القيادة والبداية أصهرت أفرزت أعمال كبيرة جدا مواقبة للأعمال العالمية ناس مو يعني مو ظهر بأي من مو بيجاي وناس يعني الشباب ظهر بأغنياتهم في القيادة عدد من الأعمال اللي عندها علاقة بال يعني ظهر تنوع حتى في العرض الموسيقي أنا بتكلم عن إطار الموسيقى بس أو في إطار الموسيقى التنوع الظاهر ده دليل عافية إنه ناس قادرة تعرف أدوات التواصل من العالم برا وتنتج بها فنس فنان نقدر نتواصل به وباك مع العالم من خلال التواصل الراجع ده أو الارتجاع اللي بيحصل له أو الرجوع اللي بيحصل للتواصل بنقدر نوصل قيمنا اللي إحنا بنبحث عنها ونحن الآن دارين نعكس وجه السودان الحقيقي شوف الثورة دي بيضرب بها المثل الآن وممكن تخش جينيس يعني الموسوعة بتاعت جينيس بكمية التسلمية اللي فيها يبقى شعبي عظيم
لكن إخوان الشعب ده بيوراه في ثقافة كبيرة جدا. الوعي ده ما جسي، الوعي ده جي لأن ده شعب يعني محب للحرية ومحب للقيم النبيلة وشعب معطاء وشعب كده، يعني فيه قيم كبيرة جدا. حتى نحن بره في العالم قادرين نأسرع على المجتمعات اللي عايشين فيها، فما صحيح. بالك لو رجعنا كلنا بأفكارنا بحياتنا عشان نبني السودان، بنقدر نبنيه إن شاء الله باحترامنا لبعض وبإيماننا بأن السودان حيتبني. كل زول في مجاله مسؤول، وزي ما قلت لك قبل الوزير اعمل اللي بتقدر تعمله وفقا للبرنامج. الموضوع ده يبقى لازم محتاجين لمنهج. طيب في اسئله كده لما لو جمعت انا حاضر لك لهم واحد بس اكتر. لو انت بكره شلت كمنجتك دي وانت السودان اسك بقى كنت حسن عطيه انت عزفت معاه، نعم. لو الليله سويت السودان بكره وكل الفنانين اللي قاعدين، اكتر فنان انت بتستمتع تعزف معاهم؟ انا هقول لك كلام غريب جدا يا عالم. سحر الكمنجه دي له اكتر من 12 سنه الان، بيجا مشروع بنقدر نقول يعني 12 سنه ونص. طيب. 2007 اول من 2007 لغايه الان 12 سنه، نعم. انا بفتكر سئلت قبل كده انت ليه ما قدرت تشتغل ورا الفنانين تاني، قلت لهم يا اخواننا انا هشتغل مع الاستاذ محمد الامين. وانا اشتغلت معه سنه 93، في ناس كثيرين على واحد سنه 93. اذا رجعت اشتغلت مع محمد الامين تاني انا حافيد بشنو او حستفيد شنو؟ يعني حكون وحيقول كلام وحقول هنا، لكن انا لما اشغل يعني لما اقوم مثلا اقوم اخذ لي مقطوعه موسيقيه او اغنيه اعمل لها اعاده توزيع واعاده انتاج او اعمل لي مؤلف موسيقي لالت كمان بقدر اخاطب بيه الدنيا دي كلها. الشعب السوداني ما بيحتملك تكون في ارتيوز واقف قدام كده وتيجي يلقاك واقف ورا الفنان شغال معه عشان يعني ما بيحتمل كلام زي. انا حاسك لو بطريقه ثانيه من الاغاني اللي حتشيلها وتمشي تدخلها في سحر الكمانجة لو تظبطها تماما، ممكن غالبا يعني او يا فنان انت مغرم بغناه، شوف يا يعني ممكن يشدك تشيل اغنيه منه عشان تقوم تطويره. شوف يا الحبيب، ذاكرتي الجماليه تكونت بالغنى السوداني الجميل ده كله ايوه. قصه يا فنان بتحبه انت فنانك المفضل منه واكلتك المفضله، يعني انت كزول بروفيشنال الحياه تتجاوزها. ليه؟ لانك انت صانع جمال مع الزول. يعني مثلا محمد الامين، انا لو مشيت ما حكون قاعد فلور، حكون قاعد اضيف حاجه وشغل بيقبل بالمناسبه. يعني في حته والله العظيم انا اول بروف لي مع محمد الامين سنه 93 طاير الاحلام، ففي حته كده في واحده من البروفات في السنه دي جينا نعمل بروف لاغنيه مراقب الشوق، قمت في خط ثاني كده قلت يا اخوان الحته دي ما نشتغلها خطين الكمانجات بدل ما سته كمانجات تشتغل مثلا تتتتيره تتتيره تتتار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 
يقوم يشتغل الخط ثاني يعني بدل ما يقول تتتتيرا كما جاءت تقول تتتتتتيرا تاريرا راريرا رارا لما نطلع الاثنين ده بيكون في ثراء في السمع خط هارموني متوافقين وفعلا عندنا من اللطيف لا والأستاذ محمد الأمين تقبل أوريك وخلق نكتة هو طبعا محمد الأمين رجل نكتنجي نعم فقام قال طيب يا أخواننا خلاص يا أخوان بيتكلم قطعا طيب يا أخواننا خلاص يبقى نحن الملائكة كان معنا جبريل وميكائيل كمان جات قال يا أخواننا الملائكة تشتغل الخط الأول وقلت الشباب يشتغل الخط الثاني يعني الحين ما بنسى وأنا جديد في الفرقة فهمت كلامي فلما أرجع ما حكون قاعد يعني زول الجناية حاقوم أصحب معي كل التراكم بتاع تجربة سحر الكمانجة في علاقة الكمانجة المغنية بالكمانجة في الأوركسترا لأنه أصلا ده شكل سحر الكمانجة أنا بعمل شنو أنا بعمل كمانجة مغنية بالدو دريدور مغني لكن بستعرض مهاراتي ومعرفتي في التوزيع بتاعي إنه كيف أخلق العلاقة بحيث إنك أنت لو سمعت بس الكمانجات مع الكمانجة بتغني ما يحصل لك خلل يحصل تجاوز نحن يعني عثمان أنا بقدر أخذ يعني أكون ألزمتك بحاجة لكن أنا متأكد أنت استجبت علينا أوريدي نحن بنوعد الناس إن شاء الله لأنك تجي يوم تطرب اللي بيقولوا في غاعة كبيرة كل السودانيين اللي قاعدين في المهجر ديل ويختار انت كل لانه كثيرين بيقولوا لازم يعني فاحنا قلنا لهم ان ده اللي سريع ان شاء الله طيب بس انا اديك اخر فرصه وسط خير ده الشعب السوداني ده كله بيحضر فيك انت قدرت توصل لهم شنو هسه يعني هسه تمام معك الكمانجه لما نجي المره الجايه وصل لهم بالكمانجه لكن هسه قدر اوصل لهم عثمان الشعب السوداني ده لا عموما يعني اهلك خالاتك عماتك رساله للسودان ده وخاصه في الظروف اللي انت كلها عارفها رساله للسودان انت بخير بكره كيف ايوه شوف احنا ما يا اخوانا احنا ما حن يعني التغيير ده ما حيتم بين يوم وليله والا نبقى واهمين يعني احنا يجب ان نوقن تماما بانه تجاوزنا المرحله الصعبه لكن احنا في مرحله انعاش الان مرحله الانعاش دايره مننا صبر واحترام الاخر احنا ما محتاجين نحب بعضنا يا اخوانا على الاقل محتاجين نحترم بعض فيعني حقه اذا اختلفنا نختلف بادب ونختلف بفهم لان احنا شعب كبير لانه الناس بتعاين لنا
وراجع فشلنا ونحن كفاية علينا السنوات بتاعت الضياع اللي عشناه. فعليكم الله يا إخوان، عليكم الله، نحترم بعضنا، ما بدرون نحب بعضنا، وخلونا ندعم بعض عشان خاطر السودان. لأنه والله ما في زول بيطلع من الدنيا إن شاء الله حاجة في قبره يا إخوان غير حاجتين. قطعة الدلقان بنتفق على نحن كلنا وذكرى يا طا يا طا يا طيبة يا طين، وبعد كده الكرة في ملعبكم. شكرا لك والله، دي أحسن رسالة، واكيد الناس كده اللي حنا اكيد حيقوم يقطعوها بلاش ولا من الفيديو، لانه والله دي رساله عظيمه، ونتمنى والله اهل السودان ده يكون بكل خير. شكرا لك يا عثمان، واحنا موعودين منك كثير ان شاء الله، وفي حاجات كثير احنا حنعلن عنها لقدام ان شاء الله، هتعملها باذن الله للسودانيين اللي قاعدين في لندن وبرا. شكرا لك جزيلا وعلى وقتك، وانا عارف ان وقتك ده كان صعب جدا جدا، ونتمنى لك كل توفيق. انا سعيد بانه لقيتك والله. شكرا لك جزيلا، شكرا لك يا، شكرا لك جزيلا يا، شكرا لك. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد.